نرى أن المسافر إذا كان لا يمكنه أن يصلي كل صلاة في وقتها إلا بمشقة أو بفوات مصلحة أن يسافر، يعني أن يجمع إما جمع تقديم أو جمع تأخير حسب ما يكون أيسر له وأسد لحاجته، سواء كان يريد البقاء شهرا أو شهرين أو أكثر، لأنه ليس هناك دليل على تحديد المدة التي ينقطع بها السفر. وعلى هذا فنقول لهذا الأخ اجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير حسب ما يتيسر لك، وكذلك بين المغرب والعشاء.